تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ظهر للعلن للمرة الأولى، كشفته قناة CNN. See, as president, I could have declassified. Yeah. Now I can't, you know. But this is. Yeah. Classic. Now we have a problem. Isn't that interesting? Yeah. هذا الحديث يعود لتموز 2021 ويتناول خططا سرية للبنتاغون لشن هجوم على إيران. في وثائق سرية للغاية كشفها الرئيس السابق أمام أشخاص لا يملكون التصريح الأمني اللازم. وفق The Washington Post، يمكن لهذا التسجيل أن يقوض مزاعم ترامب بأنه رفع السرية عن الوثائق قبل مغادرته منصبه، أو أنه لم يكن يعلم بحيازة وثائق محظورة بعد مغادرته البيت الأبيض. فكيف ستنعكس على ملفه القضائي في وقت يخوض السباق نحو البيت الأبيض مرة جديدة؟ إذ تأتي هذه التطورات بعدما اتهمته وزارة العدل الأمريكية بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق السرية لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني، وذلك بعدما عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في صناديق في مقر إقامته في مارولاغو في فلوريدا. وكان ترامب تبرأ من 37 تهمة جنائية حينما تلا أمام قاض في ميامي.